التمساح هلا، صلاة النبي صلاة النبي، التمساح جات يا عالم. اسمي هدى عبد الكريم من منيا القمح، عندي 56 سنة. كنت بيعت خضار وفاكهة قطاعي الأول، الوقت الله أكبر بقى بقيت بياع الجملة فاتحة وكالة يعني. لا بلد دي بقى لي كتير، كان عندي 7 سنين، دي شغلة أبويا أصلا وأنا خدتها بعد أبويا. طبعا لازم اعيش تاني، ورايا هم الدنيا ولادي، وبعدين جوزي سابني اساسا، سابني ومشي، لازم اقف صح عشان ابني عيالي. ما انا ابنهم ازاي؟ الشغلانه دي شغله شقه، شغله رجاله الشغلانه دي، فاني خدتها بقى ورث عن ابويا. ابويا كان بياع وانا استلمت شغلته بعد ما جوزي سابني. لا لا ده انت كده توديني حد اسماعيلية. الأول أبو سوير، وبعد أبو سوير اسماعيلية، وبعدين الصالحية، وبعدين سينا. أبو سوير الأول. ومش معايا ولا جنيه. ما كانش معايا ولا جنيه والله. والله ولا جنيه، صح؟ تكبيرة، رحنا كبيرة قوي، الناس تسمعها. هجيب لهم من أول ما الدنيا قلبت معايا. أنا كنت حلوة وشغالة حلو، وجيت اتجوزت، وبعدين جوزي سابني ومشي بعيالي، جيت أنا أربي عيالي، ما لقيتش حد واقف جنبي. طلعت بحت بقى، جيت أجيب 5 طماطم 5 بطاطس أبيعهم وأروح، لحد بقى ما ربنا إداني وطلعت. بقيت اشتغل واجري واروح اسماعيليه واروح ابو سوير والف. ولا جنيه، ولا شلة. ورحت حاطه شويه ورق كده في اكياس وحطيتهم عشان احس ان انا معايا فلوس. ورحت اتسوقت وادوني شقق وانا وبعت، جيب بعتين رزق ربنا بعته. كانوا بيعكسوني، كانت الناس بتعاكسني، بس كان في واحد ربنا يصلح حاله ويشفيه، هو اللي كان حنين صراحه. كان اما اروح عنده اي لو عنده ايه لازم اخد منه، حتى لو هو باع اقول له اديني حتتين شطه، كان يدوم حتتين فاصوليا. فكنت اخد بقى واشتغل، واشتغلت بقى، وبعد كده بقيت احمل، بدل ما احط 10 احمل 15 احمل 20، لحد ما بقيت احمل دبابات. احلى حاجه طبعا طبعا. تحبها؟ اني بقالي ما كانش معايا ولا جنيه، ما كانش معايا ولا جنيه، يعني انا ما اخش سوق ومعيش ولا جنيه ويدوني شكك، ده حاجه كبيره قوي من غير ما يعرفوني برضو، دي من ربنا برضو. طبعا من ربنا. امال بص، عمرك ما يجي ربنا ويبعت واحد يخبطك في ظهرك ويسيبك ابدا. اللي يتخبط في ظهره وما يقومش يقف ما ينفعش، لازم يقوم يقف. انا اتخبطت 5 مرات، 5 اتخبطت 5 مرات، وقمت وقفت، ولازم اقوم تاني واقف، ولو اتخبطت تاني هقف، ولو اتخبطت تالت هقف، مش هقعد، مش هستسلم الا اني حد يقول لي انا صرفت عليها. ما ينفعش واحده تقعد تعمل كده. حلو حلو، بيخلي لك قيمه ومنظر وكفايه تقف زي انت انا زي الرجاله دلوقتي، انا النهارده زي الرجاله.
بتعامل زي الرجاله، بمشي زي الرجاله، بقعد في فرح زي الرجاله، بقعد في عزا زي الرجاله، ما بصاحبش واحده ست. انا ما صاحبتش واحده جميله حلوه. والا بقى ما تحس ان انت تعبت ولقيت، اما تتعب وتلاقي تحس ان هي لقمه حلوه، وتربي صح، تربيتي صح. انا ما جيت اربي ولادي انا لوحدي، محدش ربهم لي، محدش اداني، محدش طعمني، محدش حسسني ان انت انا محتاجه، ومحدش اداني. لا مش عاوزه ورثه. دي اتجوزت ودي اتجوزت وطلعت ابنه قبطان بحري. هيقعد بقى هنا يعمل ايه تاني؟ ينفع؟ ينفع؟ اه لا بحبه، بحب الاهلاوي. اهلاوي اه، لا لان كان ابويا اهلاوي وليا اخ اهلاوي كنت بحبه. في الجملة ولا في القطاعي؟ لا في القطاعي تعبت. لا ما فرحت بقى، والا ما حصل عندي بقى 3 عربيات وعندي 5 بيوت ومحلين والوكالة دي الحمد لله يعني، ومستورة. التمساحة بقى، التمساحة بقى كنت بجيب هنا أدخن معلم في الوكايل كان بيبيع دبابة، أنا كنت ببيع شفر و3 دبابات. اه اللي هي الصغيرة، العربية الكبيرة اه. بس سموني بقى التمساح لاني كنت ببيع واخلص، مش ببيع بس، وكنت بلم الناس حواليا واقعد اطبخ واكل ونقعد ناكل مع بعض. دلوقتي كبرت بقى وخلاص كده، ما عادش زي الاول. لا مش لا مش زي الاول. بسكوته والتمساح هدى. التمساح لا، عشان انا ما كانش حد، ربنا بس اللي بيقدرني، بس ما حدش بيقدرني الا ربنا. وما بحبش حد يعاندني، ما بحبش حد يعاندني ابدا. انا عندي استعداد اجيب الخضار ب 10 وابيع ب 5. ايوه لحد النهارده والله، النهارده شوف الولايه اللي لابسه الراجل. ناس هنا كتير، الناس ما بيشوفوش واحدة ست لابسة راجل، مش موجودة. العبور 6 أكتوبر ما بيش واحدة ست لابسة راجل. اسماعيلية، الصالحية، أني بس لبس رجال. وسوق رود الفارق عادي، ما كانش بيمين حد ولا بصش لحد. هو بيبص لي ليه؟ وممكن المعلم يبص له والواقف بيتسوق منه، يعني ما اجي اقف كده واتسوق انا وانا اللي اخد البيعه. الراجل بيبص لي على اساس يعني واحده سته تاخد مني بيعه، فقال لي كنت عندي عادي ما بحسبلهاش. ما انا لو حسبت لها هقع، امال ما احسبهاش عشان اطلع. ما بعبرش حد وبضرب اللي ما يهمنيش بضربه، لو ما همنيش واحد بضربه. لا هو طوب الارض بيحبني في الاسماعيليه، شافوني اول ما شافوني نازله كده على السلام وداخله الفرح، هم كلهم بيقفوا بيقوموا يقفوا. والناس الشرقيه احنا دلوقتي محجبه شويه، وباصين لي اللي هي الجلابيه غلط على فكره. عادي انا ما ببصلهمش، ما هم لو بس لو سمعت كلامهم هقلع الجلابيه مش هلبسها. بس انا لو قلعت الجلابيه ما انا مش عارف اروح بقى اسماعيليه، الناس هتبص لي بطريقه ثانيه.
بيحبوني. واخواتي بيحبوني جدا. طبعا اكيد مفيش حد بيعمل اي حاجه غير لا مش باذني، لا انا ليا كبير برضه، انا ليا اخواتي كبار عني واني لا مؤاخذه احترم الجزمه بتاعتهم، اللي هي الحاج اللي مات بقى واللي عايش احترمهم، الحاج سعيد عايش والحاج صابر اخويا عايش فوق راسي، وناس محترمه وناس يعني مش عاوز اقول لك خيرهم عليا، كفايه اللي هم بيحترموني وانا احترمهم غصب عني كمان. انا بعمل شادر في رمضان دي، لو الحاجه ب 10 او ب 15 انا بعملها هنا ب 5 جنيه بس، الشادر مش هنا بقى. وما الاقي الناس بقى المانجا دي بفرشها لهم في الارض خلوهم ينقوا. انا بحب بلدي اصلا، انا بحب مني القمح. حلقات الذكرى اللي بعملها في المولد بتاع الشجوده، لان هنا شيخ اسمه الشجوده، انا بعمل المولد بتاعه. وبعمل ليله ذكر يوم العيد الصغير، وليله ذكر ليله العيد الكبير تاني يوم. والله انا بحس ان الناس هي بتبص لي بصه غريبه عشان اللبس وعشان المواقف، يعني ممكن اخش اعمل باسبور بتاع الاقي الناس بتبص لي بالظبط، بيقوم يبص لي ده بالحاجه اقول له عاوز اعمل، طب بيعملوا الصراحه. وبتوع المركز برضه ناس حلوه معانا، هم الناس هنا عارفاني امين. هدى اللي داس عليها الزمن، اللي داس عليها الزمن قوي، التمساحة اللي محدش يقدر يدوس عليها. بحب هدى عشان الظلمت فبحبها. المواقف اللي جوزي سابني بعيالي دي اول موقف. تاني موقف لما ابويا وامي ماتوا وسابوني، برضو اخواتي مش اخواتي كلهم، اخ واحد بس، لان اخواتي زعلوا المره اللي فاتت، اخ واحد بس، كل اخواتي حلوين من قعده، اخ واحد هو ظلمني. وفي الاخر بقى بقيت الدنيا ظلمتني اكتر، دي هدى ظلمت قوي 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 من كله. التمساحة التمساحة ولا هدى؟ اللي أثر معايا في هدى الظلم، هو اللي أثر في هدى. التمساحة ولا أي حاجة تقدر تأثر فيها، حتى لو إيه؟ حتى لو لا، الخير كتير، أنا عندي خير، أنا عندي بيت فاتحة للناس، أي واحد ابنها بيطردها بقى قاعدة فيه عندي هنا ورا. والحمد لله برضو في حاجات كتير بعملها. الحب بيلعب معايا، بيلعب كل حاجة. بحب الحنية لما تيجي من أحسن ناس لك، لما تلاقي اهلك بيحنوا عليك. بحب الحنيه لو واحد جه طبطب عليك، بحب الحنيه اللي الواحد يخاف عليا، دي كله حب. قول ماشي من الساعه كام؟ ماشي من الساعه 12، بصحى 12
وبالظبط كده بسافر الساعه 3، اروح الاسماعيليه او الصالحيه او العبور اي مكان، اتسوق واجي هنا بالظبط الساعه 11 12 بالكثير، اقعد ابيع بتاع الناس، ممكن الوقت ياخدني لحد العشاء. بس انا بفتح شوادر في رمضان، فتلاقيني بقى ايه، هتلاقيني ملبوخه. لا ده كلهم زي حالات تاني زمان، كلهم زي حالات زمان، والهموم عندها اكتر مني اني زمان، يمكن انا وقفت هما مش قادرين يقفوا. بديله فتح له قطاعي، بص عامل ازاي الفرش ده كله قطاعي بسعر الجمله واقل من الجمله عادي. لا لا لا، عايز الناس تاكل وكده، وبعدين البلد اليومين دول ما انت عارف شايف اللي فيها، فحتى احنا برضو نبقى معاهم. نفسي في ايه؟ ربنا يهدي لي ولادي. امال انا الحمد لله حجيت وعملت عمره وكل حاجه عملتها، يعني انا ما بروح اعمل عمره ساعات بتجيلي وانا معيش جنيه، العمره بتجيلي انا وانا معيش جنيه وبروح. امال لما تلاقي ابنك حنين، بنتك حنينه، بتحس بحاجه تانية، كل حاجه حلوه في حياتي. محمود ابني يا رب. وعندي يوسف بقى حفيده لسه صغنون كده، اه حلو قوي. لا في شغل، الناس مش عاوزه تشتغل. ما تدخلش على فكره، انا عاوز اتكلم في الموضوع ده. النهارده الراجل مش عاوز يشتغل، نص البلد يعني نص البلد تيجي تقول لواحد اشتغل يقول لك هتدي يعني ايه؟ انا مراتي بقى بتشتغل وتاكلني وخلاص. يعني لو انت حسيت بشغلتي دي هتلاقي كل شغلتنا دي حريم. كل شغلتنا القطاعي، القطاعي الناس القطاعي، لو رحت اي سوق قطاعي تلاقي كلها حريم. ما انا جوزي النهارده مش عاوز يطلع ونايم، اروح انا طالعه اتسوق اخدم في البيوت، هو نايم مش عاوز يشتغل. ما ينفعش. نسبة الطلاق عندنا قد ايه؟ 90%. هو لو راجل بيشتغل المرة مش هتتطلق. الراجل النهارده بياخد لو في جيبه 20 جنيه يروح يديها لمرة غريبة وما يديهاش لمراته. ليه؟ يا مراته هو لو هو لبسها زي ما هو عاوز هتبقى أحلى من اللي هو بيديها ال 20 جنيه. ما لو أهم حاجة يدي اللي هو مش قريب مش مراته، ما يقدرش يدي لابنه 10 جنيه. النهارده نص البلد ساقطة. ما تقوليش بقى ما قلت شغل ولا ما فيش شغل، لا في شغل، والشغل بقى اكتر من الاول. الاول كان الشغل ب 50 جنيه و 30 جنيه و 20 جنيه، النهارده الشغل ب 120 جنيه و 130 جنيه و 150 جنيه. تشتغل وتتقوى، معاه راجل، معاهش راجل، الراجل قادر يصرف تقعد في البيت وتتهنى. مش قادر ومعاك عيال اطلعي واشتغلي. وموضوع الطلاق دي مش عاوزاه يحصل كده. لانه بيضيع الست وبيضيع، مش بيضيع الست، الست ممكن تقوم تقف وتجري وتجيب وتبيع وتبقى احسن من 100 راجل. بس في فرق، اللي انا عاوزه ابقى ست ومع جوزه ومع عيالي واطلع برضه اشتغل عادي، وفي فرق اللي هو بيحبطني، بيجيب لي احباط، اللي هو ما بقاش ليه حنين عليا، ما بقاش ليه يديني برضه. انت معاك خمسه، انت خمسه وانا خمسه، مش كل حاجه على الست، على الست. وانت نايم في البيت بتعمل ايه؟ في جدعان كتير قاعده في البيوت، تيجي تقول واحد تعالى اشتغل يقول بكام؟ اشتغل الاول وبعدين بقول بكام؟ ما ينفعش، لازم الناس كلها تشتغل في الايام دي. قوي بعشقها. لو اشتغلتها ليل ونهار ما زهقش منها. ممكن انام فيها. انا جايبه بطاطين في العربيه بنام. عاوز اروح اي مشوار بتغطى واروح وانام. لازم اتقوى. لازم الايام اللي احنا فيها دي نتقوى، الستات بالذات تتقوى. مش واحده جوزها سابها يروح تنام في البيت وتروح وتروح عند امها شايله الهم، ما حدش شايل امه الهم، امها عندها هم اكتر، فتطلع تشتغل وتكسب.
طبعا بحب شغلتي، ما هي دي اللي قوتني. واول ما وقعت، انا وقعت مره واتنين وتلاته، انا اخر مره من قيمه شهرين كنت واقعه، شهرين وقمت تاني. ألومي ربنا قويهم وقوي كل اي واحد، اي واحده ربنا قواها على حد. وانا عاوزه، جات لي واحده من مصر اللي قلت لها روحي اشتغلي، لو هي عندها شغل تشتغل، ما عندهاش شغل تقول لها زي ما انا قلت لها اعملي. اي واحده، مش مهم دي بس، اي واحده وما فيش شغل ومش عارفه تسلك والعيال والدنيا مخنوقه بيها، تطلع تشتغل اي حاجه. مش هي ترجع ثاني لا لا، ما فيش، كله حلال. كل الشغل اللي عندنا النهارده في البلد، لو انت عملت رقاق في البيت هيبقى حلال، عملت قرص وبحتيها هتبقى حلال، طلعت السوق هتبقى حلال برضه، كل حاجه كتير حلال. مش مهم الشغلانه اللي هم بيبقوا، لا اصل احنا طلعنا، اصل الناس بتبص، مفيش حد بيبص لحد. اللي بيبص ان انت تبقي جدعه، ان انت تبقي راجل، ان انت تتحسبي بمليون راجل، تتحسبي كده بمليون راجل. ربنا يخليك يا حبيبي، قالهم كل سنه هم طيبين ويصلح حالهم ربنا. ربنا يصلح حال الجميع، رجاله وحريم وكله، وينصر بلدنا اكتر. يبقى ايه فوق؟